بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء في إطار التدخل التلقائي إلى منزل انفصالي سلطانة خيا ببوجدور للاطلاع على الحالة الصحية للمواطنة الأجنبية روث ماكدونو، قررت هذه الأخيرة تعليق إضرابها عن الطعام، وبالرغم من عدم تمكن الطبيبة المرافقة للجنة من الكشف عليها واكتفاء رفيقها ومضيفتها بطمأنة الفريق على صحتها، فإن الحوار الذي دار بين الطرفين كان له الأثر المباشر في اتخاذ هذا القرار بعد يوم فقط من اللقاء. وفي بلاغ له سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتياحه لقرار المواطنة الأجنبية المعنية برفع الإضراب، ما يحفظ صحتها ويضمن عدم تعريض حياتها للخطر. ويعتبر نجاح اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون يعتبر هذا النجاح أو يؤكد من جديد مصداقية المؤسسة الوطنية التي تمثلها بالعيون، والتي سبق أن أكدت عليها تقارير مجلس الأمن ذات صلة بملف الصحراء.